مرحبا، أنا فينس مع سلاب شوب. رح يكون مزاجكم رايق طول اليوم لأنكم رح تقضوا على مشاكلكم بسلاب شوب. شوفوا، بضربة وحدة قطعة كبيرة لليخنة، وبضربتين قطعة صغيرة للمقالة، وبثواني بس فينا نضيف فطر، وكل ما ضربنا كل ما صار الفرم أنعم. منحب السلطة بس منكره تحضيرها، منحط شوية سلق وشوية جزر، صار عنا بلحظة خضار جاهزة للبيتزا. هيدي التونة شكلها ممل صحيح؟ ما تخلوا التونة مملة، وما تخلوا حياتكم أبدا مملة. هيدي بيضة مسلوقة وبضربة قطعناها، كبيس، بصل أخضر، منقدر نخلط كل شي سوا، منضيف اللحمة. مين قال الترويقة بدها وقت للتحضير؟ مع سلاب شوب بثواني بتصير الترويقة جاهزة. بتحبوا الجوز؟ اتفرجوا كيف فينا نعمل كل شي بالغطا، كتير سهلة، فيها نستخدم إصبع واحد بس، حتى الأولاد فيهم يستخدموها. هلا صار دور الفواكه، شوفوا قديش رح تطلع حلوة على البوزة. تنظيفها كتير سهل، واحد، اثنين، وشوفوا كيف تفتح هيك بكل سهولة تتنطفوها. الآلات يلي مثلها بالمحلات تنظيفها صعب لأنها ما بتفتح، وبتنقل البكتيريا لأكلكن، وما بدكن بكتيريا بالأكل صح؟ مناخد سلاب شوب، وهيدا حص توم بقشره، اتفضلوا، هيك قشرنا التوم. وهيدا بصل بقشره، وعادة هيدا البصل بخلينا نبكي، الحياة صعبة أصلا وما بدنا نبكي أكتر. منخلي القشر لتحت، إذا كان بدكن شوية بصل ومش مستاهل تطلعوا الخلاط، بتنشيل القشرة بكل سهولة. وأخيرا رح نخلص أمريكا من البدانة بمساعدة سلاب شوب. إذا اشتريتوا سلاب شوب رح نقدمكم معها جريتي للجبنة، الجبنة البيضة والجبنة الصفرة، منحطها بالوعاء المزود بفرامة. تفرجوا، هيدي للتاكو والفيتوتشيني واللينجويني والبيكيني، بتجي مع شفرتين ناعمة وخشنة، وإلى غطا كمان لتنحفظ المواد بالبراد. تصلوا خلال الدقايق العشرين الجاية، لأنه رح تحصلوا على آلة جريتي مجانا، ومش رح تدفعوا غير تكاليف التوصيل. وشوفوا التفاصيل عن كيفية الطلب. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلا. نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. اتصلوا هلا او زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com.